إنه مظلم للغاية، ربما يجب أن نعود. نيدي، الآن عرفت لماذا الطالب الجديد جذاب جدا. فجأة وقف التابوت منتصبا، وفي داخله كان كان. أنا باربي، ولكنني لست جميلة على الإطلاق. أوه لا، تأخرت على المدرسة. لا أعرف من كانت تشبه. في عالم باربي يجب أن يكون الجميع جميلين وفقاً للمعايير العامة. يجب على جميع باربي وكان الالتحاق بأكاديمية باربي التي تدربهم على أن يكونوا نموذجاً للجمال. ومع ذلك لا يبدو أن هذا ينطبق على نيدي، فهي تبدو أقل جاذبية من أصدقائها. شخص مثلك لا يمكنه البقاء إلا في هذه الفئة المملة من المعرفة. جينيفر واحدة من أشهر باربي في الأكاديمية، جاءت للدفاع عن نيدي. لا تجرؤ على إزعاج الضعفاء، قوة الجميع لا تكمن فقط في مظهرهم. شكرا لك على الوقوف بجانبي. لا مشكلة، فقط ساعديني في كومة الواجبات المنزلية هذه. لطالما اعتبرت نيدي جينيفر صديقة لأنها كانت دائما تقف بجانبها، ولكن في الواقع رأت جينيفر نيدي كأداة يمكن استخدامها. ذات يوم انتقل كان، جديد من أكاديمية باربي أخرى، وقد عرف عن نفسه باسم فام كان. لقد ظهر فام هادئا حتى أنه كان بلا حياة بعض الشيء، لكن جذاب بشكل غير عادي. فام، أترغب في تجربة بعض الطعام الذي أعددته؟ في نهاية المطاف بدأ فام بمواعدة باربي الأكثر جمالاً وشهرة في المدرسة، مما وضع جينيفر في المرتبة الثانية. يا نيدي، عليك أن تعرفي كل المعلومات عن فام، حينها فقط يمكنني التغلب عليها. وافقت نيدي رغم ترددها لأنها اعتبرت جينيفر صديقة. بدأت نيدي في متابعة فام سراً، ولكن بطبيعتها الخرقاء اكتشفوها بسهولة. كلما راقبت أكثر أدركت نيدي أن فام لم يكن وسيماً فحسب، بل كان أيضاً لطيفاً للغاية. ولكن فام كان ذكياً للغاية ونادراً ما يرى مع الكتب، ومع ذلك نتائجه الأكاديمية تجاوزت نيدي، ونتيجة لذلك وجدته أكثر جاذبية. لكن فام كان لديه أيضاً بعض السمات الغريبة. كان يبدو بلا حياة ويخاف ضوء النهار ولا يأكل سوى الطعام النيئ، وكان يخاف بشكل خاص من أي شيء مصنوع من الثوم. علمت نيدي أيضاً أن فام لم يكن لديه منزل، ولكنه كان يذهب إلى الغابة كل ليلة، وكانت تفقد أثره دائماً. أخبرت نيدي جينيفر بكل ما رأته. يجب أن نجمع قوانا للعثور على منزل فام. وصلوا إلى جدار حجري وتسلقوه معاً. إنه فام! يا تابوت، تعال هنا! مع تلك السلوكيات الغريبة، فام، إنه مصاص دماء! فام، أرجوك لا تتركني، يمكنني أن أدعك تتغذى علي إلى الأبد. لم أعد أحبك، ارحلي. اغتنمت نيدي وجينيفر الفرصة للهروب. قد يكون فام مصاص دماء،
لكني متأكدة أنه شخص جيد ولن يتغذى على الآخرين. في اليوم التالي جاءت ملكة جمال باربي إلى المدرسة وكانت في حالة ذهول وبلا مشاعر مثل الآلة. اغتنمت جينيفر الفرصة واقتربت من فام. هذه المرة سوف يعجبك. اغتنمت جينيفر العرش وأصبحت باربي الأكثر جمالاً وشهرة في المدرسة، وهكذا وافق على مواعدتها. أحتاج إلى التغيير، لا أستطيع الاستمرار على هذا النحو. بدأت نيدي تحاول أن تصبح أكثر جاذبية، لكن كل هذا كان بلا جدوى. هذا يبدو سخيفاً. شبح! تسللت نيدي إلى المنطقة المحظورة، حيث وجدت كتاباً مغبراً عن مصاصي الدماء في زاوية منعزلة. مصاصو الدماء لديهم سحر يغوي البشر. كيف تصبح مصاص دماء؟ إما أن تدع روح مصاص الدماء تدخل إلى شخص ما، أو تشرب نوعاً من الإكسير. لا ينبغي لأحد أن يصبح مصاص دماء إلا أنا. في اليوم التالي عادت نيدي، وبطبيعة الحال لم تجده بعد الآن. هل يجب أن أصبح مصاصة دماء؟ أين العينين؟ أنت مجرد دمية باربي يمكن التخلص منها. يجب أن أصبح مصاصة دماء لأغير حياتي. تذكرت نيدي صيغة الإكسير وأصبحت مصاصة دماء. نجحت! لقد تغير مظهرها تماماً. أصبحت نيدي أكثر جاذبية. في اليوم الأول الذي جاءت فيه نيدي إلى المدرسة كمصاصة دماء، انجذب جميع الطلاب إليها وتحولوا لينظروا إليها. حاولت بعض الباربي التلاعب بنيدي، لكن تم إيقافهم من قبل الكين، أو تم تنويمهم مغناطيسياً من قبلها للشجار بين بعضهم البعض، حتى أن نيدي لفتت انتباه فام. منذ ذلك اليوم بدأت جينيفر تظهر عليها علامات الضيق تدريجياً، وبعد بضعة أيام انفصل فام عن جينيفر. جاءت جينيفر إلى المدرسة وهي تشبه تماماً صديقة فام السابقة، بلا مشاعر مثل الآلة. كانت نيدي تنوي التقدم لخطبة فام، ولكن قبل أن تتمكن من فعل أي شيء، هل توافقين على أن تكوني صديقتي؟ أوافق. وهكذا أصبحت نيدي وفام ثنائياً، يلتصقان ببعضهما البعض دائماً. مثل الفتيات الأخريات، أخذ فام نيدي إلى حفلات المشاهير الفاخرة، لكنه فوجئ عندما أظهرت نيدي عدم مبالاة غير عادية. في النهاية اضطر فام إلى اللحاق بنيدي أينما أرادت. بشكل لا يصدق، قادت نيدي فام إلى المكتبة. هل تريدين المواعدة هنا؟ آسفة على هذه الهواية المملة. لا لا، يلا الصدفة، هذه هوايتي أيضاً. أنا منجذبة جداً لذكائك. وللمرة الأولى شعر فام بالخجل. منذ ذلك الحين لم يتواعد إلا في الأماكن المملة مثل الكنائس والمكتبات والغابات. أصبح فام أقرب، وبدأ فام يظهر علامات الاضطراب الداخلي عندما كان بالقرب من نيدي. شعرت نيدي أيضاً بتغير غريب في جسدها، وشعرت بالتعب وصعوبة التحكم في نفسها. نيدي، يجب أن ننفصل. لماذا؟
عندما رأت فام يتألم فقدت السيطرة فجأة وكادت تؤذيه. هل أنت مصاصة دماء؟ أنت حمقاء جداً. استيقظا من هذا، ماذا يحدث معكما؟ كان على نيدي أن تستخدم قواها المنومة على جينيفر. أخبريني بكل ما تعرفينه عن فام. فام هو المحتال، لقد أغواني وجعلني أعاني وتغذى على كل مشاعري، ثم قام بتنويمي مغناطيسياً حتى لا يتم الكشف عن أي شيء. يجب أن أجد فام. لم تكن نيدي تعلم أن التنويم المغناطيسي قد أيقظ غضب جينيفر. ذهبت نيدي إلى منزل فام لكنها لم تجده هناك. فام، أين أنت؟ الأثار الجانبية للتحول إلى مصاص دماء. سيضطر مصاصو الدماء إلى التغذي على عواطف أولئك الذين يعانون من كسر القلوب وامتصاصها. في النهاية ستتولى روح مصاص دماء شريرة السيطرة لتقودهم إلى التغذي على هؤلاء الضحايا المنكسري القلوب. وجدت نيدي أيضاً كتاباً عن الفتيات اللواتي اقترب منهن فام. كتب فام أن نيدي جاءت إليه بسبب شخصيته وليس مظهره، ولا يمكنه أن يتغذى على نيدي ويؤذيها. يجب أن يتخلى عن نيدي. لا لا، جلبت جينيفر كومة من الثوم للهجوم والانتقام من فام. نيدي، أدركت روح مصاص الدماء في نيدي أن فام أصبح الآن شخصاً مكسور القلب، فسيطر عليها على الفور لتتغذى عليها. حاولت نيدي المقاومة لكن الروح سيطرت على جسدها. نظراً لأن فام كان يتغذى على العديد من الأشخاص، لم يكن تحت سيطرة مصاصي الدماء. لم يقاوم، بل سمح لنيدي بالتغذية لأنه أحب نيدي حقاً. ظهرت طيبة نيدي وناضلت حتى النهاية لاستعادة السيطرة على جسدها. أحست روح مصاص الدماء في فام بالخطر فترك جسده. اخرج من هنا، هرع كلا الروحان للبحث عن مضيف جديد. جينيفر، تم تسميم الروحين بالثوم وتم تدميرهما. لاحظت نيدي الآن المظهر الحقيقي لفام، رجل مجتهد. في أكاديميته القديمة كان فام أيضاً كان غريب الأطوار، غالباً ما يتم التقليل من شأنه. بدأ يحاول أن يصبح جذاباً وتحول إلى مصاص دماء، ثم أغوته روح مصاص الدماء. فقط عندما التقى نيدي شخص مثله تماماً ويتعاطف معه استطاع أن يستيقظ أخيراً. أنا آسف لخداعك، سوف أغادر من هنا. لا أستطيع أن أفقد صديقاً مثلك. عاد فام ونيدي إلى المدرسة يداً بيد لمفاجأة الجميع. كما أن مظهرهم قد تغير مرة أخرى، لكن هذه المرة وجد الطلاب أن مظهرهم الغريب ليس مملاً على الإطلاق. بفضل العثور على شخص يحبه أصبح كلاهما أكثر ثقة بكثير، وكانت هذه الثقة هي التي ساعدتهم على إظهار جمالهم الطبيعي. في وقت متأخر من الليل كان سكان البلدة مستيقظين تماماً، يلتقطون بفارغ الصبر العملات الذهبية والفضية العديدة التي سقطت على الطريق. هذه الفوضى نتجت عن عملية سطو قامت بها العصابة سيئة السمعة بقيادة فتاة غامضة. اقبضوا عليها الجميع، انتشروا، لا تدعوهم يمسكون بكم. هذه الفتاة كانت الأميرة إيلينا، ابنة الملك والملكة الراحلين. لتذكر والديها كانت إيلينا تحمل دائماً خنجر الإرث الذي أعطاها لها والدها. في ذلك الوقت كان يحكم الأرض الشرقية العم كورت قريب إيلينا. إيلينا، ابنة أخي الحبيبة، لماذا تبدين متعبة جداً؟ صباح الخير سيدي كورت، أنا فقط لم أنم. على الرغم من ظهوره اللطيف والمهتم أمام إيلينا لأنه كان جشعاً واستغل ثروات الناس من أجل المتعة الشخصية. ليس هذا فحسب، بل اعتبر إيلينا أداة للعب دور العم الصالح. انتبهي لصحتك. بمعرفة الوجه الحقيقي لعمها احتقرت إيلينا العم كورت بشدة. راقبوها.
لقد صورت نفسها أمامه على أنها ابنة أخيه المطيعة، لكنها سرقت من وراء ظهره مكاسبه غير المشروعة ووزعتها على الناس. كل عمليات السطو كانت ناجحة حتى ذلك اليوم. ماذا تفعلون؟ لقد اكتشف السيد كورت الحقيقة ودفع لنا الكثير من المال. الآن مهمتنا هي القضاء عليك. في مواجهة هذا الوضع غير المتوقع، وقفت الأميرة إلينا وحدها ضد الرجال الشرسين. حاولت الهروب من الحصار واختبأت في الكهف المظلم في أعماق الغابة. إنها ليست هنا، واصلوا البحث. شعرت إلينا بالأمان وكانت مرهقة للغاية لدرجة أنها نامت. في وقت لاحق استيقظت وحاولت العودة. كانت تتجول في الظلام لكنها اصطدمت بشخص ما. من هناك؟ فجأة أضاء لهب بنفسجي الكهف وكشف عن ملك العالم السفلي سارو أمام إلينا. اعتقد الملك سارو أن إلينا كانت روحا ضائعة فأسرها عندما عادت. بهذا الدفء أنت لا تنتمي إلى الجحيم، لماذا يوجد شخص لم يمت مثلك هنا؟ إذن هذا هو الجحيم؟ اختبأت في كهف مظلم وعندما استيقظت كنت هنا؟ هنا ليس من الضروري أن أواجه العم كورت الشرير وأهرب بعد الآن. رائع. شعوراً بعدم الراحة بشأن حماس إلينا، حاول الملك سارو إبعادها عن الجحيم، لكن إلينا رفضت بعناد. بعد فترة من الكفاح سمح الملك سارو لإلينا بالمغادرة بقوة نار الجحيم، مما جعل المنطقة المحيطة مظلمة. طاردت إلينا سارو إلى عمق العالم السفلي لتشهد حياة الأرواح في الجحيم. وفجأة تذكرت أن والديها المتوفيين قد يكونا هنا أيضاً، فأصرت على مقابلتهما. أيها الملك سارو، قد يكون والداي المتوفيين هنا، من فضلك دعني ألتقي بهم. سارو ينظر إلى إلينا متوسلة، فكر في حياتها التعيسة فوافق على شرط. سأساعدك في العثور على والديك، لكن يجب عليك العودة بعد مقابلتهما. وافقت إلينا، والآن أصبح لقاء والديها على رأس أولوياتها. سوف أتحقق من أسماء والديك في سجل الوفيات. أنت قفي هنا ولا تلمسي أي مخلوق، تذكري أن تقفي ساكنة. باتباع تعليمات الملك سارو انتظرت إلينا بطاعة حتى اقترب عدد قليل من الشياطين الصغيرة لمضايقتها. حاولت إلينا تجنب الشياطين حتى أنها حددتهم بخنجرها، لكن الشياطين المؤذية طارت نحو إلينا وعانقتها وجعلتها تصرخ من الخوف. صرخاتها أخافت الشياطين. بعد أن غادرت الشياطين عادت إلينا دون أن تصاب بأذى، لتقف وتنتظر الملك سارو. عند رؤية عودة الملك سارو توقعت إلينا الاستعداد للقاء والديها، لكن الحقيقة كانت صادمة أكثر مما اعتقدت. إلينا، لا أستطيع العثور على أسماء والديك في سجل الوفيات، إنهما لم يموتا. والداي على قيد الحياة، إنها معجزة. شكراً لك الملك سارو، يجب أن أعود على الفور. وافق الملك سارو ورافقها إلى البوابة التي تربط بين العالم الثاني والعالم السفلي لكي تمر إلينا من خلالها. ومع ذلك ظهرت مشكلة، حيث لم تتمكن إلينا من المرور على الرغم من محاولتها عدة مرات. ماذا حدث عندما ذهبت بعيداً؟ لا شيء كثيراً، مجرد عدد قليل من الشياطين الصغيرة الملتصقة بي. قلت لك لا تتحركي، لقد امتصت تلك الشياطين كل طاقة حياتك. الآن أنت لا تختلفي عن الموتى، لذلك لا يمكنك العودة. دهشت إلينا من العواقب الوحيدة. عندما أرادت البقاء لم تستطع، والآن لا يمكنها المغادرة أيضا. وفي تلك اللحظة مر القارب الذي يحمل أرواح الميتين استعدادا لانتقالهم إلى حياة جديدة. الأميرة؟ الأميرة إلينا. عند رؤية ذلك دعا الملك سارو الملاحة أقرب. اتضح أنهم هم الذين ساعدتهم إلينا بالذهب والفضة التي حصلت عليها من منزل الملك كورت. أبلغ الخونة الذين خانوا إلينا الملك كورت عن الأبرياء الذين يتلقون المساعدة، ولكونه قاسيا
حذر الناس بمعاقبة عدد قليل من الأفراد، مذكراً الجميع بعدم التحدي. أنا آسفة، لم أتمكن من حمايتكم جميعاً. يا أميرة، لا تقلقي، ولكن لماذا أتيت إلى هنا؟ قصت إلينا عن سبب وجودها هنا وعدم قدرتها الحالية على العودة، أثرت في نفوس الناس بشكل كبير. الملك سارو، نحن لا نحتاج إلى التناسخ، من فضلك دع الأميرة تعود، المملكة تحتاج إليها لإنقاذها من الملك الشرير كورت. لا، يمكنكم ذلك، لن أسمح للأبرياء بالتضحية مرة أخرى. سأعيدك كما يريدون. أما بالنسبة للأشخاص الآخرين، إذا خدموا بطاعة في العالم السفلي لمدة 100 عام فسوف أمنحهم التناسخ. العالم السفلي له حدوده، ولست بحاجة إلى إبقائكم جميعاً هنا. بسماع ذلك قبلت إلينا والأرواح هذا التبادل. أوفى الملك سارو بوعده وأعاد إلينا إلى عالم البشر، لكنه قدم لها أيضاً هدية غامضة. هذه هي نار الجحيم القوية، صالحة للاستخدام لمدة 12 ساعة فقط، استخدميها بحكمة. ودعت إلينا الملكة سارو ووجدت نفسها على جزيرة مهجورة. سارو، سارو، أين أنا؟ أريد العودة إلى المملكة. استكشفت إلينا المناطق المحيطة واكتشفت قارباً مشابهاً للقارب الذي استخدمه والداها في رحلتهما البحرية منذ سنوات. القارب هنا، لابد أن والداي موجودان على هذه الجزيرة. وبأمل جديد بحثت بجد في الجزيرة، وفجأة سقطت إلينا المنهمكة في بحثها في فخ مصنوع يدوياً على الجزيرة، وسرعان ما استخدمت خنجرها لقطع الشبكة، واقترب منها شخص غريب. كافحت إلينا للهرب، لكن صوتاً مألوفاً جعلها تهدأ. إلينا، اهدئي يا عزيزتي، نحن والديك. منذ سنوات أثناء الرحلة البحرية تسلل بعض رجال الملك كير وهاجموا الجميع بوحشهم. تمت حماية الملك والملكة من قبل الجنود المخلصين، لكن تقطعت بهم السبل على متن سفينة متضررة ولم يتمكنوا من العودة. لقد عرفنا أنك إلينا بفضل هذا الخنجر، لقد كبرت ابنتنا بشكل جميل. لحسن الحظ كلاكما على قيد الحياة، يجب أن نجد طريقة للعودة. لا يمكننا السماح للملك كورت بالحكم لفترة أطول. فجأة اندلعت نار الجحيم، ويبدو أنها كانت حريصة على التحرر. أطلقتها إلينا، مهدت نار الجحيم الطريق أمام إلينا ووالديها للوصول إلى السفينة القديمة المتضررة، وبقوتها السحرية منحت النار القوة مما دفع السفينة إلى الإقلاع. اجتاز القارب الطائر بطبقات السحب وأعاد إلينا وعائلتها إلى أرض الشرق. الملك كيرت الذي شهد الجسم الهابط سارع لرؤية عودة إلينا، الأمر الذي فاق توقعاته. أمر جنوده بمحاصرتهم، لكن نيران الجحيم من إلينا خلقت حاجزاً وقائياً وأبقت الجميع بعيداً. ابتعدوا عن الطريق أيتها المجموعة عديمة الفائدة. بعد أن شعر بالإحباط من الجنود، أمسك بسيفه بغضب واقترب من إلينا. عندما رأى والداها إلينا في خطر، ركضا لحمايتها. في تلك اللحظة أحاطت نار الجحيم بالملك كور، مما جعله يحترق في لهيب الجحيم ويختفي إلى الأبد. جلبت عودة إلينا مع الملك والملكة الفرح إلى أرض الشرق، وعادت الحياة إلى طبيعتها، مما أتاح لهم الاستمتاع بحياة مريحة مع أحبائهم. تفقد بومني السيطرة تدريجياً على جسدها المجرد. توقفي بسرعة بابل، أنزليها إلى الطابق السفلي بسرعة. فقط أكثر قليلاً، فقط القليل، لكنه متأخر جداً. أمامنا جاكس، في الخلف كين يلحق بالركب. ما ينبغي القيام به الآن؟ قبل شهر واحد كانت بومني لا تزال أميرة ملكية. كانت موهوبة وجميلة، متفوقة على أختها غير الشقيقة من جهة والدها، ولهذا السبب احتقرتها زوجة أبيها وأختها غير الشقيقة. بعد ذلك وقعت بومني ضحية لمخططات 2 من الأشرار، حيث تم دفعهما وسجنهما في خيمة السيرك الكبيرة هذه. أوه، انظروا،
شخصية جديدة. ها؟ من أنتم أيها الناس؟ أين أنا؟ مرحبا بك في السيرك السحري، أنا كين صاحب السيرك، والآن هل أنت مستعدة للاستمتاع بعروضنا؟ الأول هو العرض الأكثر مبيعاً لدينا، جاكس وأصدقائه. ما نحتاجه الآن هو القليل من السحر و... الوقوف وتحية الجمهور. هاها أيتها الفتاة السخيفة، هل ظننت أني سأخذ لك يا زوبل؟ لقد انتهى أداؤنا. عزيزي الجمهور، أعطوني درجات عالية كالعادة. يمكن للاثنين الآخرين الحصول على بعض منها أيضا. جاكس 90 نقطة، راجفة 70 نقطة، وزوبل 60. رائع، لقد تجاوزتم العتبة. التالي، اسمحوا لي بدعوة مجموعة جانجل، كينجر وكوفمو. أوه، كوفمو يطلب المغادرة بسبب نزلة برد. حسناً، شخص جديد، أنت خذي مكانها. أوه، قناعي. توقفي جانجل، أنت تعلمي أن الجمهور يكره القصص الحزينة. أنا آسفة، لم أقصد ذلك. أها، أمسكت بقطة خائفة قليلاً. أنا انتظري يا بومني. من المثير للدهشة أن الإحراج الذي تعاني منه المجندة الجديدة بومني كان بمثابة لحظة مشرقة تنقذهم من هزيمة واضحة. ممتاز، بومني 95 نقطة، تجاوزت حتى جاكس. أحسنتي النجمة الجديدة. المكافأة للجميع، حفلة رقمية، دعونا نستمتع بها معا. في المرة القادمة لن يحالفك الحظ يا طفلة. لكن لسوء الحظ لا تستطيع جانجل الانضمام إلى حفلتنا حتى تتعلم كيف تضحك. أنا لست جائعة، دعوا جانجل تأكل طعامي. لا أحد منا يحتاج حقاً لتناول الطعام، إنه فقط الطعام يجعلنا نشعر بالسعادة والافتراضية. بعد بضعة أيام، وبفضل حماسة راجاثا، تتكيف بومني تدريجياً وتفهمها بالإضافة إلى شخصيات كل شخص. حتى راجاثا لديها دائماً الشوكولاتة للحفاظ على معنوياتها المفرطة في التفاؤل. توقفي، أنت تأكلين كثيراً يا راجاثا. جاكس، أنت تمزح كثيراً، أليس كذلك؟ أنا فقط أساعد راجاثا في الحصول على المزيد من المرح. لا تكوني مملة جداً يا مبتدئة. ألم تشبعي راجاثا؟ لا، أشعر دائماً بالفراغ، لذا أستمر في الأكل. أكل هذا. لماذا لا تعتقدي أنك ستكوني أفضل حالاً إذا هربت؟ لا تذكري الأمر؟ إذا كان أي شخص هنا ينوي الهروب، فسيظهر مخلوق يدعى جلوينكس ويصيبهم بمرض التجريد. التجريد؟ في تلك الليلة، حسب الجدول الزمني، اختفى كين. ذهبت بومني سراً إلى غرفة كومفو لتعرف ما قالته لها راجاثا. في الواقع، لا يعاني كومفو من نزلات البرد، يتم استخلاصه. جاكس، أنقذني، أنا حزين جداً، من فضلك. اسمع يا كومفو، حاول أن تبتهج، الأمور ليست سيئة كما تظن، لا تكن دراماتيكياً جداً، ابحث عن المفتاح العقلي واكسر السيرك. لا يستطيع جاكس أن يفعل أي شيء للمساعدة، وهو نفسه يتأثر بالمخلوق المسمى جلوينكس بشكل مرعب. ماذا يحدث؟ جاكس! بشكل مرعب، تظهر على جسد جاكس أيضاً علامات التجريد، تماماً مثل جسد كومفو. على الرغم من أنه لا يحبه كثيراً، إلا أن بومني لا يمكنه تجاهله. يستيقظ جاكس فجأة ويدفع بومني بعيداً قبل ظهور كين.
ماذا حدث هنا؟ كنت مراً عندما رأيت كونفو مسرعاً للخارج. لقد تم تجريده. هل هذا كل شيء؟ هل رأى أحد غيرك؟ لا، أنا فقط. حسناً، اذهب لغرفتك بسرعة واستريح. تذكر، لا تخبر أحداً عن هذا. حسناً، وماذا عن كونفو؟ ماذا حدث له؟ لا تقلق، لقد أخذت كونفو إلى مكان يمكن أن يساعده على التحسن. يمتلئ رأس بومني بالأسئلة، لكن جاكس أوقفه. إنها تدرك أنه عندما يحين الوقت المناسب سيقدم تفسيراً معقولاً. وبحلول ذلك الوقت كانت بومني تعلم كيفية التظاهر بالسعادة، ومن بينها هناك رابطة معينة، وجاءت الفرصة الأخيرة. يخبر جاكس بومني بما رآه لحظة التجريد. إذن كلام كين بأننا إذا فكرنا في ترك السيرك سنتجرد هو أكاذيب؟ الحقيقة هي أن جلوينكس يجعل الأشخاص الذين تعلقوا به يتذكرون الأحداث المؤلمة. عندما يكفي الألم المتراكم سيفقدون السيطرة تماماً. شكراً لك على محاولة إنقاذي بدلاً من تجاهلي. أعدك بأنني سأعوضك يا بومني. إنهم بحاجة إلى جمع آلام الجميع، ومع ذلك يبدو أن كين قد سرق كل تلك الذكريات، ولكي يتذكرها سيحتاج إلى جلوينكس. يروي جاكس قصته بشجاعة لتشجيع الجميع. تجنب الألم ليس وسيلة لمحوه، يجب علينا أن نقبل ونفهم السبب للتغلب عليه حقا. هل الحياة مثل هذا جيدة حقا؟ راغاثا تحاول دائما أن تكون متفائل، لكن قلبك فارغ. زوبل، أصبحت سريعة الانفعال أكثر فأكثر. غانغل، أليس البكاء من يوم إلى يوم مرهقا؟ وكينجر، الهروب إلى النوم ليس وسيلة للتجنب الواقع؟ هذا الهدوء مجرد واجهة، بمجرد أن ينهار سننتهي مثل كوفمو. يستهلكنا الألم. للوهلة الأولى يبدو أن جاكس هو الوحيد الذي لا يعاني من أي مشاكل، ولكن ذلك لأنه يحاول إخفاء ذلك. ورث جاكس حزن والدته التي استسلمت أيضاً للحزن الشديد. إنه يخشى أن يتم أخذه بعيداً مثل والدته، حيث يكرهه الجميع. لذلك يقدم باستمرار عرضاً ويخفي مشاعره الحقيقية، على الرغم من كونه سعيداً أم لا. يتعين على جاكس دائماً أن يلعب الحيل. فقدت غانغل في الماضي أحد أفراد أسرتها بسبب خطأ بسيط. تعيش دائماً في الشعور بالذنب ولوم الذات، وتشعر باستمرار بأنها عديمة الفائدة. السؤال الذي دائماً يخنقها: كينجر، جنرال سابق، خسر مباراة شطرنج مهمة، انهارت مسيرته المهنية، تم القضاء على زملائه واستسلم البعض. يلجأ كينجر في حزنه إلى مادة ضارة في عالمه ليتم إحضاره إلى السيرك دون أن يتذكر كيف. ولدت زوبل في فقر مدقع في قاع المجتمع. جعلها العالم تتحمل الإحباط وعدم الرضا. في الواقع تم تعطل نظام السيرك. تمكنت زوبل من الدخول عبر باب يؤدي إلى العالم الخارجي. ومع ذلك كان الناس من حولها غير مبالين، معتقدين أنها بالغت في رد فعلها. هذا جعلها تعود إلى السيرك مرة أخرى. هذه المرة لديهم شخص يستمع بصدق ويمد لهم يد العون. مع المفتاح الذي تم الحصول عليه من راغاثا، يتم الكشف عن سر صادم.
آجاثا تعاني من مرض خطير لا علاج له. الطريقة الوحيدة لتخفيف الألم هي تناول الشوكولاتة. مرضها يجعلها تتألم وتنوح. لا يستطيع والد آجاثا قبول الخسارة الحتمية لابنته. لقد خلق عالماً خارج قوانين الكون، وهو مكان يلجأ إليه الأشخاص الحزانة مثل ابنته. في الواقع هذا الأب هو كان. قبل أن يتمكن أي شخص من الفهم يعود كان. ليس جيداً، بسرعة دعونا نهرب قبل أن يأخذ ذكرياتنا. قابليني في الممر بالباب الذي مررت به من قبل. إنهم يشتبهون في أن فتح هذا الباب سيساعدهم على الهروب. تصل بومني أولاً، لكن لسوء الحظ تفتح الغرفة المليئة بجلوينكس ويعضونها. يتغير محيط بومني وتظهر ذكريات غير مألوفة. في تلك الذكريات هي أديلا. بعد أن فقدت والدتها، تزوج والدها مرة أخرى من امرأة كان لديها ابنة بالفعل. إنهم يتصرفون بشكل مناسب، لكن أديلا تشعر دائماً بأنها غريبة. لم تستطع التوقف عن التفكير في والدتها المتوفاة، معتقدة أن زوجة أبيها وأختها غير الشقيقة هما سبب بؤسها. أديلا في وحدتها ألحقت الأذى بأختها غير الشقيقة عن غير قصد. التوتر والوحدة والضغط أحياناً يجعل أديلا تفقد السيطرة على عواطفها. لقد ألحقت الأذى بأختها الصغرى عن غير قصد. بعد أن غمرها الخوف والندم العميق، قررت أديلا اللجوء إلى سرك الشفاء لمنع نفسها من التسبب في الأذى مرة أخرى. إذن لم يؤذيني أحد؟ هل أنا؟ أنا لا أستحق السعادة، يجب أن أبقى هنا. يلحق كين بالأمر، وبومني على وشك أن يتم نقلها إلى قبو اليأس، لكن جاكس لن يسمح لكين بفعل ذلك. في لحظات الوضوح الأخيرة لبومني صرخت، مما منع جاكس من الاقتراب. يتظاهر جاكس بأنه لم يلاحظ ويواجه عائلة جلوينكس بشجاعة، مما يسمح لهم بالالتصاق به. فتاة جيدة، أنا هنا أفهم كل شيء، ليس عليك أن تتحملي ذلك بمفردك. يظهر أعضاء آخرون أيضاً متبعين خطى جاكس. تحدث معجزة حقيقية، ويظهر مفتاح بومني الأخير. يندفعون جميعاً نحو الباب الذي مرت به زوبل منذ سنوات، ومع ذلك يبدو أنهم لا يستطيعون فتحه. كفى وينتهي هنا. بوبل، أسرعي وخذي ذكرياتهم الحزينة. لقد فعلت هذا من أجل مصلحة الجميع، أليس الحياة السعيدة هنا كافية؟ لا أبي، أعرف الحقيقة الآن. أعلم أنك كنت تحاول التشبث بالحياة من أجلي، لكنها مجرد راحة مؤقتة. هذه السعادة أيضاً لن تدوم، كلنا متعبون. أنا مستعدة لمواجهة أي شيء طالما أستطيع أن أعيش أياماً سعيدة حقيقية بجانبك يا أبي. وتسقط دمعة من عين الأب. لا يتحمل كين الانفصال عن ابنته، حيث يشهد معركتها ضد المرض، ويصبح هو أيضاً مريضاً دون أن يدرك. السيرك على وشك الانهيار، أسرعوا بسرعة. ولأول مرة تظهر البسمة الحقيقية على وجوه الجميع. بعد ذلك لا تزال المشكلة قائمة، وعليهم أن يتعلموا كيفية التعايش معها وإبعادها. ينتظرنا كويك وزوبل وغانجل وكينجر لزيارة آجاثا ووالدها. قد لا تكون الأمور على ما يرام على الفور، ولكن بالتدريج سيكون كل شيء على ما يرام. طالما أن هناك شخصاً واحداً على الأقل لمرافقتهم في الرحلة الصعبة المقبلة. كيف يمكن للأميرة الأرنب أن تسافر من هذا العالم إلى عالم آخر بهذه السرعة والسهولة؟ هل أسافر عبر الفضاء؟ ها؟
دعونا نتابع حكايات وفيري تيلز لنرى كيف يمكن للأميرة الأرنب السفر عبر الفضاء. الحضارة الإنسانية ليست الوحيدة في هذا العالم، بالإضافة إلى مملكة سابع للبشر هناك قبيلة للأرانب اللطيفة المسمى بوني. كان سكان الأرنب محميين بدفاعات قوية ولم يسمح لهم بالمغادرة إلا بإذن، كل ذلك لتجنب قوى الذئاب الشريرة فيرانغا التي تهدد أراضيهم. ومع ذلك كانت الأميرة تونتون متمردة وتبحث دائماً عن طرق للتسلل واستكشاف العالم الخارجي، لأنها شعرت بأنها مقيدة بالقواعد الملكية. كانت تونتون فخر مملكة الأرانب بأكملها بفرائها الوردي الفريد، تم الاعتناء بها بعناية ورفعها إلى مستوى الأميرة. هذا مزعج، أريد أن أرتدي ملابساً مريحة. اليوم سيأتي اللورد بيل زعيم مملكة سابن ليتقدم لك أيتها الأميرة، يجب أن تبدي جميلة. يتقدم؟ لماذا لم أعرف أي شيء عن هذا؟ ستساهم مملكة سابن في حمايتنا من قبيلة ذئاب، لقد صدرت تعليمات للجميع بإبقاء الأمر سراً لأن... أيتها الأميرة، إلى أين أنت ذاهبة؟ هربت الأميرة الأرنب لأنها لم تكن تريد الارتباط بشخص لم تقابله من قبل. هربت تونتون بعيداً وضاعت عن طريق الخطأ في أراضي قبيلة رانغاوو. قبل الدخول إلى أعماق مملكة رانغا أوقف ذئب ماكر الأميرة فجأة. الأميرة ذو الفراء الوردي الفريد، الأميرة الأرنب تونتون من مملكة باني، أليس كذلك؟ أصيبت تونتون بالذعر محاولة إيجاد طريقة للهروب، لكنها ما زالت غير قادرة على الهروب من المخالب الخطيرة للذئاب. لحسن الحظ ظهر بطل لحماية الأميرة الأرنب، كلاهما قاتلا بضراوة وتعرضا لإصابة خطيرة. في حين أن الذئب لا يزال قادراً على الوقوف، جاء هذا البطل بسرعة إلى الأميرة الأرنب. يا أميرة، هل أنت بخير؟ أنا بيل من مملكة سابن. شكراً لك، كيف عرفت أنني هنا؟ دعينا نعود، سأشرح لك الأمر. امتلك بيل مكعب تسراكت السحري الذي يمكنه الانتقال فوراً من خلال التفكير في الشخص أو المكان الذي يريد مقابلته. استخدم هذا العنصر الثمين ليتقدم لخطبة تونتون ويعبر عن مشاعره. تونتون، الحمد لله، ما زلت في أمان. تونتون، بيل أنقذك وأصيب بجروح خطيرة، قررت أنه يجب عليك الزواج من بيل لرد هذا الجميل المنقذ للحياة. وافقت الأميرة تونتون على مضض، وكان عليها أن تطيع رغبات والديها. سيقام حفل الزفاف عند اكتمال القمر القادم، لا تهربي مرة أخرى يا تونتون. بعد ذلك عاد بيل إلى سابن للتحضير لحفل الزفاف، كما تم إعداد الأميرة الأرنب بدقة لتكون أجمل عروس، لكنها كانت غير مرتاحة للغاية لأنها أجبرت على الزواج من شخص لا تحبه. نظرت تونتون بغضب إلى التسراكت متذكرة ذلك اليوم المشؤوم. الذئب البغيض، أريد حقاً أن أضربه بشدة. أصبحت الأفكار التي حولتها تسراكت حقيقة، وظهرت على الفور بجانب الذئب الشرير الذي كان يتألم ويلهث. رأت تونتون الشخص الذي أغضبها وصبت غضبها على الذئب. إنه يؤلم حقاً. أثارت صرخاته تعاطف تونتون الخفي، وأدركت أنها ربما كانت قاسية جداً مع الذئب الجريح. في الوقت نفسه بدأت عاصفة ممطرة، وأسرعت تونتون إلى العثور على ملجأ وأخذت الذئب إلى الداخل. استيقظ الذئب الضعيف ورأى الأميرة تنقذه، ثم أغمي عليه مرة أخرى. بقيت تونتون لرعاية الذئب طوال الليل، وأصبحت متعبة ونامت في النهاية. عندما استيقظت كان الذئب مستيقظاً وينحني ليفعل شيئاً غامضاً. اقتربت ورأته يمسك به التسراكت الخاص بها، طالبت بإعادته لكن الذئب أمسكه بقوة مما جعلها تكافح لاستعادته. أيها الشرير، سأرسلك إلى الجحيم. قامت كلماتها بتنشيط قوة التسراكت عن غير قصد، مما أدى إلى إرسال كلاهما إلى الجحيم. ماذا يحدث هنا؟
لا، لا أريد أن أذهب إلى الجحيم، أريد أن أذهب إلى الجنة. ثم قامت سيراكت بنقلهما إلى السماء على السحب العائمة. ومع ذلك لم يعرفوا كيف يطيروا، لذا سقطوا بسرعة. كانت تونتون مرعوبة، معتقدة أنها ستسقط على الفور، لكن لحسن الحظ استخدم الذئب مخالبه بذكاء للتشبث بجذع شجرة والتمسك بها. تمسكي بقوة، نظرا لأن جسده لم يتعافى تماما. فقد الذئب قوته بسرعة وانزلق، مما تسبب في فقدان الوعي. استيقظت الأميرة تونتون ووجدت نفسها في منطقة قطيع الذئاب. حاولت الهرب لكن ساقها المصابة منعتها. لقد وصل الزعيم سيل. في تلك اللحظة سمعت خطى قوية، بينما دخل سيل إلى غرفة تونتون. إذن أنت زعيم قبيلة رانغا. اقترب سيل بصمت للتحقق من إصابات تونتون. رأت تونتون أن سيل بخير وقدمت طلبها على الفور. أين التسراكت الخاص بي؟ أريد استعادته. لقد احتفظت به، أريدك أن تبقي بجانبي أيتها الأميرة الأرنب. خلال فترة وجودهم في رانكا، أصبح سيل مفتوناً بجمال تونتون النقي ودفئه، لذلك أراد الاحتفاظ بتونتون والتعرف عليها. لم يكن أمام تونتون التي لم تتمكن من الهرب خياراً سوى البقاء هناك للتعافي. لمساعدة تونتون على تغيير حالتها المزاجية، أخذها سيل لاستكشاف منطقته. شهدت أميرة الأرانب الحياة السلمية والمحبة لقبيلة الذئاب. لم يكونوا بحاجة إلى الصيد، لأن مملكة سابن كانت تزودهم باللحوم الطازجة كل أسبوع. كان هذا هو الاتفاق بين الجانبين للحفاظ على سيل. أثرت صورة سيل الفخرية والنبيلة إلى جانب اهتمامه بالناس في قلب الأميرة تونتون. فجأة اندفع ذئب صغير نحو تونتون، لكن سيل أنقذها بسرعة. هل أنت بخير؟ أنا بخير. سرعان ما استولى الأشخاص المحيطون على الذئب، وأخذ سيل تونتون على الفور. خلال فترة وجودها في رانغا، أدركت تونتون أن قبيلة الذئاب لم تكن مخيفة كما يعتقد الناس، لذلك يمكن لمملكة بوني أن تعيش بشكل جيد دون التحالف مع مملكة سابن. مع حلول الليل، اكتشفت تونتون أن القمر قد اقترب وأن يوم زفافها قد اقترب. لقد شفيت بما فيه الكفاية، يجب أن أعود مبكراً لإلغاء الخطوبة مع بيل. في اليوم التالي، ذهبت تونتون إلى غرفة سيل لمناقشة خطتها، لكنه كان قد غادر بالفعل. عند دخولها الغرفة، رأت تونتون صوراً لها وأثرت فيها عاطفة سيل. بحثت عن تيسراكت الخاص بها في كل زاوية وركن، لكنها لم تجده، مما جعلها مرهقة على السرير. نظرت الأميرة الأرنب للأعلى ورأت تمثالاً يشبهها، فحملته بسعادة لترى بشكل غير متوقع. تم إخفاء التيسراكت داخل الأرنب. تيسراكت، أعدني إلى مملكتي. في تلك اللحظة عاد سيل ورأى تونتون تختفي مع التيسراكت. لقد كان غاضباً عندما غادرت دون أن تقول أي شيء، وسرعان ما ذهب إلى مملكة باني للعثور عليها. في مملكة باني كان الملك والملكة إلى جانب بيل، قلقين للغاية بشأن ابنتهما المفقودة. أمي، أبي، لقد عدت، أريد إلغاء الخطوبة مع الأمير بيل. لم يكن الجميع سعداء بعد رؤية الأميرة تعود عندما أذهلتهم كلماتها. أخبرت تونتون الجميع عن الوقت الممتع الذي قضته في رانغا وكيف ساعدوها. تونتون، لقد تلاعبوا بك، انسي هذه الفكرة. هذا صحيح يا أميرة، الذئاب حيوانات آكلة اللحوم، قد تتعرضي للهجوم مثل الأمس. كيف عرف الأمير بيل أني تعرضت لهجوم من الذئاب أمس؟ في تلك اللحظة وجد سيل تونتون مع بيل، مما جعله يشعر بالغيرة واندفع على الفور لمهاجمة بيل. ثم كشف بيل عن شكله الشرير الحقيقي. كان لدى بيل طموح كبير للسيطرة على كل شيء، لذلك تعلم السحر الأسود إلى حد شوهه بسبب الفساد. وكانت الخطوة الأولى
هي التوقف عن إمداد قبيلة الذئاب باللحوم مما جعلها ضعيفة. للحصول على المزيد من اللحوم للجميع تحدث سيل إلى بيل، لكنه وضع شرطا جديدا. يجب أن تجد طريقة لمهاجمة الأميرة الأرنب. سأشاهد وأظهر لأنقذها في اللحظة المناسبة. للحصول على المزيد من اللحوم وافق سيل على خطة بيل ليكون بطلا لإنقاذها. أراد إجبار تونتون على الزواج منه للوصول إلى السلطة في مملكة باني. أولا مملكة باني، ثم مملكة رانغا التي تليها. ستكون خطة هيمنتي كاملة. لقد أذهل الجميع بخطة بيل الشريرة. سيل غاضبة للغاية وهرعت على الفور إلى هناك لمواجهة بيل، لكن سيل بغض النظر عن مدى قوته سرعان ما أصبح مرهقا وانهار أمام الشخص الذي يستخدم السحر الأسود مثل بيل. كانت تونتون قلقة وغير قادرة على البقاء ساكنة، وسرعان ما أمسكت بالتسراكت واندفعت إلى بيل. انقله إلى الجحيم. ونتيجة لذلك لم يتم إسقاط تونتون وبيل فحسب، بل أيضا سيل إلى الجحيم بسرعة. هل أنا في الجحيم؟ انتهزت تونتون الفرصة عندما لم يكن بيل منتبها ودفعته إلى أسفل في الحمم المنصهرة. أمسك سيل بسرعة بتونتون لمنعها من السقوط في الحمم البركانية. شكرا لك سيل، لدي شيء لأقوله. أنا أحبك تونتون. أنا أحبك أيضا، انتظريني هنا. ها؟ في تلك اللحظة استخدم سيل كل قوته للاندفاع نحو بيل الذي كان لا يزال ممسكا بحروقه، ودفعه إلى الحمم البركانية واختفى. استقر كل شيء. عاد سيل لعناق تونتون واستخدم التسراكت للعودة إلى مملكة باني. عندما رأى الملك والملكة ابنتهما تعود بأمان مع سيل، كانا ممتنين للغاية وغيرا رأيهما بشأن قبيلة رانغا وولف. بعد ذلك اختارت مملكة سابين أخيرا حاكما جديدا. اتحدت الممالك الثلاث من أجل رفاهية الناس. أصبحت الأميرة تونتون وزعيم الذئاب سيل أول زوجين بين المخلوقات، مما يشكل مثالا للتعايش المتناغم بين الممالك. أنا ريبيكا، أحصل على هذا لي، هذا وهذا، كل هذا، هذا وذلك. باعتباري من محبي التسوق، يجب أن أحصل على أحدث الأشياء. كيف أصبحت مديونة إلى هذه الدرجة؟ افتحي، حان الوقت لسداد ديونك. لم أكن دائما هكذا. بعد وفاة والدي انتقلت إلى العاصمة وعملت في جميع أنواع الوظائف. بجمالي لفت بالصدفة أنظار العديد من الشباب النبلاء، وأيضاً عين الآنسة تيفاني. لقد سحبتني إلى دائرة أصدقائها. إذن هذا هو معنى الثراء. أريد أن أحضر لك بعض الملابس الجديدة. فستان كرويلا، هذه القلادة، النعال سندريلا. المال لا يهم. أبدو رائعة مثل النبلاء لأنك ترتدي هذا. عليك أن تشتري. نعم أشتري، يجب أن أشتري الكثير، لذلك كان علي أن أعمل بجد لكسب المال، لكنني بالكاد أكسب أي أموال. هل ترغبين في الحصول على قرض سريع يا عزيزتي؟ ولهذا السبب أنا الآن. ادفعي ديونك. المهرجان الملكي يستمر لمدة أسبوع. سمعت أن الأميرة لوك فائق الثراء سيحضر. ربما سألفت انتباهه وأغير حياتي. أريد أن أذهب أيضاً، ولكن ليس لدي مال لشراء فستان جديد وديون يجب أن أدفعها. لا أستطيع أن أتركك في المنزل. لقد طلبت مجموعة كاملة لك، لكن لم يتوقع أحد. سددي ديونك. إن لم يكن بالمال ما هو المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه مقابل هذه المنتجات المقلدة؟ انظروا إلى الفتاة التي ترتدي ملابس مزيفة للحفلة. إذن لقد طردت من الحفلة. مسكينة مثلك لن تحظى أبداً بأي شيء لائق. في المرة القادمة لا تنافسيني على أصدقائي. لا يصدق، أنا محرجة جداً ولا أعرف أين أختبئ.
هذه القلادة جميلة جدا، لكني بحاجة لسداد الديون. مسكينة مثلك لن تحظى أبدا بأي شيء لائق، لذلك نفذت الأموال لسداد الديون. الفرصة الأخيرة، هل ستدفعين أم لا؟ ترفضين سداد الديون ولكنك لا تزالين تشترين الأشياء. أوتش، دعني أذهب. هناك شيطان محبوس في هذه القلادة. أنا بانجولد، لتحريري أمنحك أمنية واحدة، محو ديوني، محو ديوني. ولم يتوقع أحد أن تتحقق الرغبة. أريد أن أهديك بطاقة الائتمان السحرية، استخدميها لشراء أي شيء. في كل مرة يتم استخدامها سينسى شخص ما في العالم من أنت. هناك 7 مليارات شخص في العالم. أنفق الآن، ادفع لاحقا. لكي تصبح ثرية عليك أن تغتنمي مصيرك واستكشف المصير. من تكرهيه سيكون أول من ينساك. كنت أنوي استخدامه لإبهار تيفاني. 200 قطعة ذهبية. ادفعي بهذا. هذا؟ شكرا لك عزيزتي العميلة. لا يكلف مالا. لماذا لا نبرم الصفقة؟ واو ريبيكا، أنتم يا أطفال ما زلتم تتذكرون من أنا؟ إنها هدية، لا تكوني خجولة. ها ها ها. وصل اليوم الأخير من المهرجان الملكي. أين الأمير الغني؟ لوك. ها؟ هل هذه ريبيكا؟ تيفاني وأصدقاؤها منبهرون بملابسي الباهظة الثمن، لكنني لن أعطيهم فرصة للسخرية مني. من تلك؟ ماذا؟ لماذا يجب أن أهتم؟ أي نوع من المشية هذه؟ اركع ونظف أيها القمامة الفقير. لا تكوني وقحة جدا. نظف الآن، نظف الآن. انظري كيف تضيء عيناك بالمال. من أجلك. أوه شكرا لك. تيفاني والآخرون لم يتوقعوا أن الرجل كان. أنا الأمير لوك، أنا هنا للعثور على زوجة. شرط واحد، يجب أن تكون غنية. أي واحدة؟ هذا لوك، لقد أهنت الأمير. يا إلهي، أي نوع من الأمراء يبدو فقيرا جدا؟ يا له من غريب. سمعت أنه غني حقا لكنه بخيل. أريد مواعدة الأمير، اغتنام الفرصة لتغيير حياتي، ولكن بخيبة أمل بسبب مظهر الأمير لوك المتهالك. ولكن الجزء الأفضل هو هذا. لنبدأ المواعدة الآن. حسناً، بالطبع. هل أنت مستعدة لإعادة البطاقة بعد يا آنسة؟ سأعيدها لاحقاً، علي الفوز بالأمير أولاً. لقد كذبت بأنني أميرة. هذا مكلف للغاية، 2 مليون قطعة ذهبية. المال ليس مشكلة. شكرا لك يا أميرة. جميع النصوص مكتوبة. اشتريت قلعة لأبدو وكأني أميرة. خمني من هو رئيس هذا الرجل. استأجرت عددا قليلا من الخدم. بستاني جديد يتشرف بخدمة الأميرة. جيد، إنه لا يتذكر من أنا. أرتدي ثوب جميل في انتظاره. ها؟ عربتي مكسورة، عليك أن تأتي بنفسك في موعدنا الأول. لقد اختار مكانا رثا لموعدنا وهو يرتدي ملابسا ممزقة. المجموع 100 قطعة ذهبية. لقد أكلت أكثر، نصيبك هو 69 قطعة نقدية. يا لهذا البخيل. في الموعد التالي أخذت لوك إلى مسرح فاخر. هذا المكان باهظ الثمن، لماذا تضيعين المال هكذا؟ أنا أدفع، لا داعي للقلق. بالرغم من ذلك هذا إسراف. والأسوأ من ذلك أنني قابلت تيفاني هناك وكادت أن تعرضني للوك إذا لم أرشوها لتلتزم الصمت. Ha ha ha!
أترين، أليس من الرائع أن يكون لديك الكثير من المال؟ وكانت المواعيد اللاحقة هي نفسها، وأنفقت الكثير لإثبات ثروتي، في حين أن الأمير بالكاد أنفق أي شيء، حتى أنه اختفى عندما حان وقت الدفع. ربما استخدمت البطاقة أكثر من اللازم. هل هناك مشكلة؟ ألا تتذكريني؟ لا أريد، ولكن إذا أرادت الأميرة أن نكون صديقتين فأنا مستعدة. حتى الأطفال الذين كانوا قريبين مني. أنا آسفة، ولكن من أنت؟ لقد حزن قلبي، ولكن لم أستطع الاستسلام. كان لوك يقع في حبي، وكانت الذروة في عيد ميلادي. آسف، تأخرت عليك. ها؟ لقد أتيت خالي الوفاض. الهدايا تكلف المال، أنا نفسي الهدية. يا لك من بخيل. ها؟ ما مشكلتك؟ أو لا، هل هذا بسببي؟ كان الأمر هكذا، لم أرغب في إضاعة المال على العلاج. لوك، استيقظ، لوك! كدت أن تدخل الجنة إذا لم يتم علاجك في الوقت المناسب. لماذا أنت بخيل جداً؟ هناك سبب، عندما كنت طفلاً هربت أنا وأمي بسبب الانقلاب. نشأت في فقر وليس في قصر، لم يكن لديها شيء، لكنها ساعدت الآخرين دائماً. ولكن عندما مرضت لم يساعدها أحد، لم يكن لدينا المال. أنا أكره الفقر، لا أجرؤ على إنفاق المال. إذا نفذ مني يوماً أخشى أن ينتهي بي الأمر مثل أمي. فارغ، إذا كنت لا تعرف كيف تعطي فلا تتوقع أن تتلقى أي شيء في المقابل. هل هذا صحيح؟ حسناً، منذ ذلك اليوم بدأ لوك يتغير. لماذا تبدو مختلفاً اليوم؟ لابد لي من أن أكون جديراً بفتاة جميلة مثلك. هدية عيد ميلاد، مكياج. لقد غير نفسه من أجلي، لقد مر وقت طويل منذ أن عاملني شخص ما بشكل جيد. هل هناك أحزان لا أستطيع أن أشاركها معه؟ حتى أن بعض الناس ينسونني مرتين. على أي حال، لقد أحببنا بعضنا البعض. إذا كنت بحاجة فقط قولي اسمي. لن تكون هناك مرة قادمة. الأميرة راتاتولي، ريسي بارا، لا، ريبيكا، الأمير لوك مريض. لقد ظهر مرض الأمير القديم، الأمر خطير، خطير للغاية. تم إغلاق قبو الأمير الذهبي. إذن استخدموا أموالي، أرجوكم، إنه الوحيد الذي يعرف من أنا. من السهل قول ذلك، لقد فات أوان إنقاذه. مرض وراثي، وهو مريض منذ فترة طويلة. إلا إذا الجني يمكن أن ينقذه. بانجولد، أين أنت؟ من يناديني؟ أنا هنا، أريد استخدام البطاقة. أنقذ لوك بأي ثمن. إنه بعض ثمن، سيكون عليك أن تتاجري بكل ثروتك. لا مشكلة، ولن يتذكرك أحد، ولا حتى لوك. إذا نسيني فأنا لا تفعلي ذلك ريبيكا. بعد أن أخذتني للعلاج تحققت، أعرف من أنت. لماذا؟ هل ما زلت معي؟ علمتني أن العطاء هو طريق الأخذ. لقد جعلت حياتي سعيدة. أرجوك، لا أريد أن أنساك. منذ أن مات والدي لم يهتم بي أحد بهذه الطريقة. لا ريبيكا، لا. وداعا لوك. وهكذا كادت الأمور أن تعود إلى ما كانت عليه. بالطبع لقد تخليت عن التسوق المتهور. لقد تعلم لوك أن يعطي ليصبح أميرا كريما. يجب أن أفعل نفس الشيء، أساعد الآخرين.
أما أنا ولوك. هل تطبخين لهؤلاء الأطفال؟ آه نعم، لا يستطيعون إعالة أنفسهم، يا لهم من مساكين. أريد مساعدة الناس هنا، هل يمكنني التحدث معك على انفراد؟ مناقشة شيء، ما اسمك؟ ربما القدر يقود الطريق. ريبيكا، الجميع يدعوني ريبيكا.